عند هالوقفات الدولية والوطنية احنا جينا رباط، اولا جاي ندق ناقوس الخطر. المسؤولين في المركز في الرباط نقول لهم انها للصحراء، والصحراء بصفة عامة تغلي لأنه الأملاك المخزية والمحافظة اللي هما لا في الواجهة اللوبيات اللي كانت تحيهم القدام باغي تقلع من الصحراء من أرضهم على أنها تهدد السلم الاجتماعي. أنا نقولها ونكررها، قلناها 200 مليار مرة. أنا جاي اليوم العاصمة الرباط، لحقوا تظلم أهل الصحراء كاملين من كحال أرقان إلى 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 القرقرات التراب اللي تنقلع منهم على أنهم رافضين هذا الشيء جملة وتفصيلا تحت جميع العدة المسميات. يقول لك الاستثمارات، يقول لك كذا، يقول لك كذا، يقول لك كذا. هذا الشيء راه مرفوض. استثمارات راه ما كاين أي عاقل في الدنيا كما قلنا ونكرر يرفض الاستثمار أو الاستثمارات، لكن حد اللي يستثمر على أرض قبيلة ولا على أرض الناس يجي يجلس معها الأرض ويتحاور ويتناقش. حنا يدينا كاملة على الصحراء مفتوحة للحوار والنقاش، وشي في مصلحة الوطن وشي فيها من العام للساكنة والبلد والمناطق نحن مستعدين له ومتجاوبين يعني بصدر رحب. ولكن الاستثمارات اللي ينتهبوا فيها الاف الهكتارات علينا، وفي التالي خذوا الفخوه كيف اللي عدلوا في صبويا، وكيف اللي عدلوا في الوراثه هذه شنو قال الشاطئ الابيض، وكيف اللي يحاولوا يعدلوا في عده مناطق صحراويه، وكيف اللي عدلوا في عيون، وكيف اللي عدلوا في الداخل، وكيف اللي عدلوا في السماره. يقول لك الاستثمار ويجمعوا ذاك الشو قيم ويعطوه للي بغاه، لا لا ثم لا. نقول مع ان اللعبه راه الناس قد استيقظت وفاقت، راه مات لحد قد يمرطنا، ورانا لن يوقفنا شيء في هذه الدنيا. أرض الإنسان هي عرضه، ومستعدين لأي شيء كيف ما كان نوعه، مستعدين حتى الموت قدام أرضنا. وهذا هو كلام أهل الصحراء كاملة قاطبة من كحال أرقان إلى القرقرات، عن ترابنا ما يمس رقاج ولا يطرح له يده، مو حد قاطع رؤوسنا على رقابينا. يا غير حد يستثمر يجي التراب لأهلها، تراب عندها قبائل وعندها عائلات وعندها وصول وعندها أعراف وعندها مسائل، وتعرف ينزل مع الأرض سيدي مرحبا. اللي فيه مسائل عامه شانطي ولا اداره ولا امور كيف قلنا ما تنفع عمل وصلحه ما مستعدين قاع نعطوه منفعه العامه. يا غير الشركة الدوليه والعالم اللي عنده الملايير والتريات الدولارات باغي يستثمر ودي تراب احنا من اليوم النهار، لا ثم لا. لان نسموا خلنا الامانه والعهد، نسموا خلنا الامانه، واللي خل الامانه مو مسلم مولانا، وحد مو مسلم مولانا قاع ما يشهد في هاي الدنيا. هذه الارض اللي جابوها والدينا يحموها يكوروها وراقوا عنها اربع استعمارات الى بين ايدينا وسلمناها لأيدينا الحمد لله مطمئنين وتمينا قاعدين فيها آمنين مطمئنين باردين جلود علينا شاكي عن التراب ترابنا يدين تقلع عن تعتكر عينا، لا ثم لا. لا يغلط رقاج كيف ما كان نوعه في هذا البلد عنه قد يقلع منا ترابنا. نقرديك تجاوب على سؤالك، احنا جينا للرباط للمركز لننذر. احنا يقولون عنا نهدوا السلم الاجتماعي، لا احنا ما نهدوا السلم الاجتماعي، نحن نشارك في السلم الاجتماعي، نحن نساعد على السلم الاجتماعي، نحن نحاول ايصال وتظلمات مشاكل وظلم الدوله والحكومه للمواطنين الصحراويين في هذا البلد اللي مازال في نزاع، واللي مازال فيه ممتحده، واللي مازالت الناس اخلاقها ضايمتها، واللي مازالوا اعداء الوطن يتربصوا به من كل الاتجاهات ويقلبوا العثرات. احنا نحاول الى درجه اننا ما تلقى ندير وقفه في العيون لعل يعدل شيء والله صور ركب عليه. عندنا جول الرباط وحتى الوقفه هم في الرباط. بعض الاخوان معنا في التنسيقيه فقعوا لينا ورجعوا القليمين ورجعوا للعيون، علاش؟ لاننا موقفنا قدام البرلمان وحنا ما عندناش رخصه. احنا ما انا باغي نعدلوا شي حاجه غير قانونيه حتى لا نساهم في من يتربصون بالوطن. ان شاف شي شيباني بونات نتر لحيتو كاين اللي في خلوه في البلايدات اخرى نشق دراعتو يركبوا على وحدين في تقاريهم ويعاودوا يردوا، لا ثم لا. اخترنا قاعه مع جمعيه اللي معترف بها وطنيه قانونيه ومرخصه وايصال صوتنا، ومن هذا المنبر انفاس بريس نريد ايصال صوتنا عننا مواطنين مغاربه صحراويين، عنا جايين لهون للمركز الرباط والملك بصفه خاصه. قولوا يا صاحب الجلال راهم ولادك ظلموا وراهم في حاله من الغيان والظلم لا توصف. وانا لحد الساعه نطمنوا الناس ونسكنوهم ونتلفوا عليهم ونقول مع الامور ان شاء الله بخير وساخذ مجرى الطبيعي، حتى اذا كانوا هم مجرمين ولبيات عقار في هذا الوطن وناهب مال عام عن اولئك مصلحين. هناك الحمد لله مغاربه احرار وهناك عداله مزيانه وهو الناس الطيبه اللي قدروا ان شاء الله نتوصلنا له اسمه. وراه ما جابناه للرباط عنا لم يستمع لنا اي احد في الجهات الصحراويه الثلاث، لم يفتح لنا حد باب داره ولا خالق مسؤول كيف ما كان عنه منتخب ولا اداري ولا جهوي ولا مركزي، ما وصلنا لنا رسائل باسم التنسيقي باسم اهل الصحراء، لم يستجب لنا احد باش نعود منصفين
رئيس مجلس البلدي وحده للعيون حمدي هو اللي جاوبنا فقط، شيء ثاني كان ما جاوبنا رقاش، وكان وصلنا لمرسائلنا ولا أجبرنا حد ولا كاين حقوقيين ولا كاين رقاج كيف ما كان نوعه في أي منبر جانا اتصل بينا. ما هو الرابط الله يجازه بالخير من أول دقيقة نتبني هالمشكل، والله بعض القنوات اللي في فرنسا وألمانيا الإخوان مغاربة حقوقيين اللي في المهجر حتى هم شردوا من وطنهم حتى هم بحالنا من الظلم، رغم الظلم من هذا الوطن. والله الأستاذ الدكتورة نبيلة الأمويب اللي يصور الحق واللي احنا كان سموها من هذا المنبر أعداء تنسيق أصحاب الوديان ثلاث نسميها الفريق نبيلة منيب، هي تعادي الفريق هذه السيدة ولنها منا كامل التقدير والاحترام.